الألقاب ديال الموسم الماضي جاو فضل المساندة ديالكم، وهاد السنة تقدر تكون استثنائية. كأس العرش، البطولة، عصبة الأبطال، وكأس العالم للأندية. لهذا الفريق محتاج لكم أكثر. سارعوا للاشتراك واختاروا البطاقة اللي تناسبكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب الاشتراك على الرقم 0522 99 45 11، أو زوروا الموقع الرسمي للنادي www.rajakazablanca.com. عشاق الرجاء في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو مكانه. وتصريحات الجماهير الرجاويه في كل مقابله يخوضها النسور هنا بالبيضاء. اليوم لقاء الجوله الثامنه من الدوري المغربي للمحترفين امام الجمعيه السلاويه. ارتسامات الجمهور بخصوص هذا اللقاء في الروبورتاج التالي. رجاء سلاو شنو في الماتش؟ ان شاء الله نحققوا 3 نقاط ونبقاو نقربوا شويه من المتصدر ونبقاو ان شاء الله في سكه الانتصارات. ايوا على الوراق الرجاء خاصها تربح، فرقة مزيانة، وهاد الماتشات الاخرين زادت المعنوية ديالهم، وان شاء الله غادي يكون غير ربح ان شاء الله. هو لقاء عادي بالنسبة لجميع الرجاويين، مربوح ان شاء الله كما كنقولوا، ونتمنوا توفيق الكتيبة فخير. الماتش هو مربوح، ولكن بغينا ان شاء الله نتفرجوا في كرة، ما نتفرجوش عاوتاني تمركبي عاوتاني ترجع للور، ماشي ولينا كنشوفوها بزاف. بغينا الرجاء ديال زمان، الرجاء ديال المونديال ان شاء الله. بغينا ان تكون كره، واخا نخسروا ماشي مشكل، تكون كره ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله، اول حاجه كنتمنى ان شاء الله اللاعبين يكونوا في المستوى، رغم ان شاء الله كان في البدايه كانت هي متعثره، والان الحمد لله مع الماتشات ديال الحسيمه وهذا كانت ان شاء الله غتكون انطلاقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كنتمنى من الفريق الاول يفوز في هذه المقابله ان شاء الله. المهم هي 3 نقاط في هذه المقابله، بخصوصا حيت فريق جمعيه السلاجي الكازا راه ماشيش باش ياخذ نجا التعادل ولا شي حاجه، راه جاي باش يربح. نتمنى فريق الرجاء البيضاوي يفوز ان شاء الله، وكنتمنى من الجمهور الكريم يجي يتفرج في مباراه الامان ان شاء الله غدا مع 10 ديال الصباح. نتيجه حنا ما كرهناش، على 1-0 3 بوين المهمه. نتيجة نتوقع انه 1-0. كنتمنى فوز الرجاء، شكون 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله 3-0، 2-0 ان شاء الله. الرجاء بينا خاصها تربح ضروري، شي 2-0 ان شاء الله. كيف جاك الماتش؟ اللقاء كان صعيب، اللي زقلنا فيه حنا بزاف ديال الفرص سيرتو الدوزيام ميطا، ومحمد فاخر دار واحد الشونجمونات اللي ما كانش قابل عليهم الجمهور، هي دخول خروج ياجور ودخول كاشاني. كان ياجور نافعنا بزاف، وخا الجمهور ما كيستبعد اللاعب ياجور، وياجور كيخلق لنا فرص، ومن خلال هذه المباراه هذه كنشكر الجمهور وكنشكر اللعاب على 3 نقاط. الماتش كان مزيان، وكانت مقابله مزيانه، ومهم هي 3 بوا، ومهم مبروك للرجاء البيضاوي. كانت مقابله في قمه الرعاه، وكان من هذا المنبر كنقول بان الجمهور خاصو يساند، سامح لي الجمهور خاصو يساند ياجور، لانه راه اش غنقولوا، غنقول غير خاص الجمهور، الجمهور يساند ياجور، لانه الحان قد تكون عنده ازمه ديال التسجيل وهذا ما كاين. إذا المشاهدين، ارتسامات الجماهير كانت واضحة ومختلفة، لكنهم يجتمعون على شيء واحد وهو حب الرجاء العالمي. هذه تحيات فريق عمل برنامج ميكرو مكانة، في أمان الله.